مرحبا، هل تعلم أن 7.5 مليار إنسان يعيشون على كوكب الأرض، وأن 1.5 أي مليار ونص من 7.5 مليار هم يتحدثون اللغة الإنجليزية؟ الغريب والمدهش أنه فقط 20% من 1.5 مليار هم native speakers، يعني يتحدثون اللغة الإنجليزية first language، يعني لغتهم الأم. 80% من هذا الرقم اللي هو 1.5 مليار هم يعرفون اللغة الإنجليزية as a second language، يعني هو ممكن يكون عربي مثل حالاتي، ممكن يكون صيني إسباني، لكن يعرف اللغة الإنجليزية حتى يتواصل بها مع العالم. ليش اللغة الإنجليزية صارت هي اللغة يعني المتعارف عليها بين الشعوب الأكثر شعبية وتداول؟ لأنه العالم أدرك أنه هناك حاجة إلى لغة وسيطة حتى يتفاهم بها مع الآخرين. ما معقولة كل ما تسافر إلى بلد أو عندك بلد لازم تتعلم لغته، وإنما لغة واحدة العالم مجمع على تعلمها، وبالتالي أنت وين ما تروح راح تلقى هذه اللغة موجودة. تروح للصين أكو من يتحدث الإنجليزي، تروح لإسبانيا أكو من يتحدث الإنجليزي، وهكذا. طيب شنو النصيحة هنا؟ نصيحتي إلى كل أم وأب، إذا تريد تعلم أولادك الصغار يعني من عمر سنتين وطالع اللغة الإنجليزية بدون ما تحتاج إلى مدرسة، معلم أو أنت تدرسهم، عليك بالآتي شغلة بسيطة وسهلة جدا. أولا تشتري جهاز DVD، أو إذا جهازك التلفزيون سمارت تربطه على اليوتيوب، أو إذا مو سمارت ممكن تشتري فد دينجل، يعني مثل USB وفي HDMI من منتجات جوجل على حرف G. هذا هو يشتغل بلوتوث، يربط لك ويا التليفون، يربط لك ويا اللابتوب. مجرد الشغل اليوتيوب او الفيسبوك راح تطلع لك اكو علامه، بس تفعلها راح يربط مع يشبك مع التلفزيون. طيب شنو تعلمهم؟ تشغل لهم فقط افلام كرتون باللغه الانجليزيه. شلون الاليه تخليهم يشوفون الافلام كرتون باللغه الانجليزيه بعد ما كانوا هم معتادين على اللغة العربية؟ بالبداية لا تجبرهم يتفرجون على الكرتون باللغة الإنجليزية، ولا تحاول ولا تفكر أنه هم يتفرجون كرتون بالعربي وتطفي وتشغل الإنجليزي، أبدا راح ما يتعاونون وياك ويعاندوك. تخليهم يلعبون بالبيت، يركضون أو ما منتبهين للتلفزيون، يعني ما يلعبون، ما جاي يشاهدون أفلام كرتون، أنت تشغل أفلام كرتون وتخليه وتقعد تتفرج أنت. هم راح يجذبهم الصوت وتجذبهم الصورة، راح هو يجي الطفل يقعد من كيفه يمك ويتفرج. يوم بعد يوم وياهم تسوي، تاخذ لك وياهم فد اسبوع، الطفل راح يبدي يفهم الكونتكست شنو محكي، وما راح تكون عنده مشكلة. ما راح يعرف بالبداية اللغة، ما راح تشوفه يحكي اول شهرين ثلاثة، بس بعدين راح ما تشوف الا هو قاعد بينه وبين نفسه ويمثل الافلام كرتون ويتكلم اللغه الانجليزيه ويطلع بعض المصطلحات. هذه تجربه شخصيه انا حصلت معي مع بناتي لوجين ولمار وايضا مع اخرين كثر. اذا عجبك هذا الفيديو حسيته مفيد لك ولاطفالك، طبعا هذا مو بس للعراقيين، للعالم باي مكان، يفهمون لغتي العربيه ممكن يستفادون من هذا التكنيك. إذا عجبك الفيديو رجاء شير الفيديو متفضلا، سوي لايك وكومنت، وشكرا جزيلا لك، وإن شاء الله انتظرني في حلقة جديدة لتعليم الكبار عن طريق استخدام اليوتيوب. شكرا جزيلا.